خليني أبدأ معاك يا دكتور بالسبع شركات اللي ايوه عندنا فيهم خسائر. ممكن أبدأ بالحديد والصلب، يعني هنعمل فيها إيه؟ هنصفي ولا هنكمل؟ لا، الحديد والصلب ما كانش فيه اي عمرنا ما جبنا سيره تصفية. التصفيه واحنا بنتكلم على الحديد والصلب، ما ذكرتش قبل كده. احنا كل كلامنا على تطوير اللي حصل ايه. ده بقى يرجعنا لنقطه، واشكر حضرتك انك بداتي بالحديد والصلب، لانه بيرجعنا بشكل مباشر جدا لنقطه المعلومات. كيف نبني خطه التطوير بتاعتنا على معلومات غير مكتمله، ووفقا لتقييم شركات متخصصه عالميه زي تاتا ستيل ان المعلومات لم تعد صحيحه، لم تعد فاليد، لم تعد مناسبه. المعلومات الناقصه ممكن تخليك تانجكت، تصرف استثمارات قد كانت وقد تصل وكبيره بالمليارات، يعني تصرف استثمارات تصل الى 200 مليون دولار على مشروع، المشروع ده مثلا بيجنور او بيتجاهل الدامج او الضرر الكبير اللي حصل في البنيه الاساسيه، فممكن تغير مثلا تعمل تحديث في فرن بينما كل ما هو متعلق بهذا الفرن محتاج تطوير. قد تحتاج الى ان انت تقول الفرن ده انا مش عايزه اصلا، مش هصرف عليه فلوس، زي فرن واحد واثنين وهشتغل على ثلاثه واربعه، ده في الحديد والصلب، ده ارقام حقيقيه اللي بقولها لحضرتك. قد تصل الى ان انت تقول انا عايز اطور الغلايه وتجيب ناس يعملوا الغلايه او البويلر الكبير المهم قوي في التكنولوجي وتشتغل فيها، وتكتشف ان انت عندك خطوط كانت محتاجه تتغير وما عندك كابلات كانت محتاجه تتغير. كل دي معلومات بتعرفها از وي ار جوينج طول ما انت احنا ماشي. فين في مرحله التطوير يا فندم؟ احنا في مرحله التطوير حطينا مسارات ثلاثه، وما زلنا على قد ما قادرين الحمد لله متمسكين بالمراحل الثلاثه. اهم مسار فيهم او المسارات الثلاثه، اهم مسار فيهم مسار تعويم الشركه وتفويقها. ازاي بنعومها؟ حضرتك بتتكلمي على مديونيه للغاز والكهرباء كانت 4 مليار جنيه، ولو دخلنا القضيه الاخرانيه دي زودت مليار و300 ولا حاجه، بنتكلم على ما يزيد عن 5 مليار جنيه. لما نوصل لتسويه ننظف الشركه من ديونها اللي وصلت ل 5 مليار جنيه، سواء بالسواب اللي عاملينه مع بالاراضي مع الكهرباء والغاز، او بالتسويه الجديده اللي اتعملت مع البنك، انت بتتكلمي على شركه فايقه تقدر تدخل في مشروعات، تقدر تجذب استثمارات، خاصه ان التكنولوجي وده بدون تحيز اللي بتشتغل بيها الحديد والصلب هي الاكثر انتشارا في العالم. الاقتران العاليه بينتج بيها 90% من انتاج الحديد في العالم. طب بقيه الحديد بينتج في مصر اللي هو الاغلبيه بينتج بايه؟ بالكهرباء، بقوس الكهرباء اللي هو لم يعد اقتصاديا في تقديرات كثيره جدا الان.